السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني الكرام. في هذا الفيديو هنتعرفوا على مورد رقمي خاص بمكون التربية الإسلامية للمستوى السادس الابتدائي، مورد مهم جدا وجميل جدا. إذا صاحب هذا المورد هو الأستاذ همام السلاوي. نعم، تمت صياغة هذا المورد بشكل جميل وبطريقة جميلة جدا، شكرا جزيلا للأستاذ. إذا هذا المورد خاص بمكون التربية الإسلامية، سوف نتعرف على محتويات هذا المورد. أنا شخصيا أشتغل بهذا المورد في مادة في مكون التربية الإسلامية، يعني يسهل علي مجموعة من الأمور ويثير انتباه المتعلم. إذا كما تلاحظون فهذه هي مكونات المورد: الاقتداء، الحكمة، القسط، التزكية، التزكية القرآن الكريم، ثم الاستجابة. مثلا في مكون أو مدخل التزكية كما تلاحظون، يعني نجد الصور المضمنة في السلك السادس الابتدائي، يعني جميع الصور. مثلا أختار مثلا صورة نوح هنا، يمكن التعريف بالصورة، التعرف على المضامين الإجمالية، تقويم صورة نوح. مثلا أختار الصورة، يمكن للمتعلم أن يقرأها، وذلك باستعمال المسلط الضوئي، أو أن نضغط على زر القراءة كما تشاهدون هنا، زر القراءة. نعم، يستمع جميع المتعلمون لقراءة المقرئ. ثم أيضا يمكن لاستعمال التعريف بالصورة، يعني سبب تسمية الصورة، محاور الصورة، ثم قصة سيدنا نوح. ثم يمكن لي أيضا المضامين الإجمالية للصورة، المضمون الإجمالي. نعم، ويمكن للمتعلم نقل المضمون الإجمالي في دفتره. أيضا يمكن التعرف على مورد رقمي آخر، عفوا على مدخل آخر، ذلك بالعودة على القائمة الرئيسية. نعم، سنعود للقائمة الرئيسية. مثلا الاقتداء أو الحكمة، مثلا نختار الحكمة، مدخل الحكمة، الدروس الموجودة في هذا المدخل لهذه السنة، الرضا والتفاؤل، قصة امرأة عمران، أنصح وأحاور، بأدب، قصة إبراهيم عليه السلام. مثلا سوف أقوم باختيار هذا الدرس الأول، قصة امرأة عمران، فنجد وضعية الانطلاق، ثم أقرأ، ثم أفهم وأستخلص، ثم أقوم تعلماتي. بالنسبة لأهداف الدرس كما ترونها، نعم شكرا، سوف نلج إلى وضعية الانطلاق. توفي جاركم وزوجته حامل، يعني كنلقاو هنايا وضعية الانطلاق. عندي هنا أقرأ، قال الله تعالى، يعني النص الموجود في الكتاب المدرسي. أفهم وأستخلص، الخلاصة ديال هذا الدرس هذا. يعني كما كتشوفوا فهذا المورد هو جميل جدا، كيتضمن مجموعة من الأشياء اللي كتخلي المتعلم ينتبه، وحتى العمل ديال الأستاذ يكون عمل اللي هو واحد العمل سهل شوية، يعني غير متعب. القائمة الرئيسية دائما كما كتلاحظوا أي مدخل بغيت ندخل ليه الحكمة يكفي نضغط عليه، وكنلقى الدروس ديال هذا المدخل. كنقوم بالولوج لهذا الدرس اللي عندي او اللي بغيت نقدمه للمتعلمين. نعم، وكنلقى وضعية الانطلاق، ثم كنلقى الشرح، ثم كنلقى الخلاصة تاع الدرس هذا. يعني مورد رقمي جميل جدا، كيسهل على الاستاذ العملية تقديم الدروس داخل الفصل الدراسي، وحتى المتعلمين كيشجعهم وكيثير الانتباه ديالهم باش ينتبهوا جيدا للدرس. دائما وضعية الانطلاق،